السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء وفقرتنا المفتوحة اللي هنجاوب فيها على أسئلتكم مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. أهلا بك وسهلا، ربنا يكرمك يا أستاذة دعاء. يا رب استدر والصحة لينا جميعا يا رب. نبدأ ناخد بقى التليفونات. أم أحمد أهلا وسهلا. ألو. أيوة حبيبتي اتفضلي. ازيك يا أستاذة دعاء؟ أهلا بك يا حبيبة قلبي. انت عاملين ايه؟ احنا تمام الحمد لله. انا ام احمد من الشرقيه يا استاذ دعاء. اهلا وسهلا. ازيك استاذ احمد؟ الحمد لله بخير والله. ازيك يا حاجه؟ حضرتك عايزه اكلمك في حماه اختي يا عم الشيخ. حماه اختك؟ اه. ايه المشكله؟ المشكله يعني بتقوم لحماتها من الساعه 6 الصبح، ويعني بتقوم لحمات الساعة 6 الصبح وبتكنس وبتطبخ وتعمل شوية حاجة لحماتها، بس بتعمل فطور يعني على جد حماها وحماتها تيجي ياخد جوزها مثلا عامل فطور جميل. بصي يا ام احمد، هو ايه يعني الصوت بعيد شويه، بس اللي انا فهمته انت بتقولي ان اختك عايشه في بيت عيله وبتخدم حماتها وبتصحى من 6 الصبح تخبز وتنظف وتعمل الاكل للبيت، صح كده؟ اه. ناخد جوزها ديت يعني ايه ساعه الفطور تيجي تاكل، ساعه عشاء تيجي تاكل، ساعه غدا تيجي تاكل هي وعيالها. اختك وولادها؟ اه. هي معها طفل صغير. ايه؟ هي معاها طفل صغير. اه اختك معاها طفل صغير، ووقت الاكل كلهم بيتجمعوا ياكلوا مع بعض. اه. عادل ما طبعا صالح كده كان اخد جوزها وعيالها وحماها وحماتها بياكلوا الاكل يعني عنها. وجوزها طبعا. ايه؟ وجوزها؟ جوزها بيشتغل فوق، جوز اختي مسافر وهي جوز اخد جوزها نايم طول النهار وفي الليل بيروح الشغل. جوزها بيشتغل بالليل بينام طول النهار وبالليل يروح الشغل؟ اه. ده جوز اختك شغله كده؟ ماشي. يعني عايزين نشوف مصلحة، يعني عايزين نشوف ايه الحل اللي اخد جوزها دي يعني. انت عليها الكلام. اه انت سؤالك بقى ايه؟ وبترن عليها الكلام يعني هي اختي بتكنس لها وبتروج لحماتها. بتقول البيت مش نظيف. اخد جوزها بقى تيجي تجيب عيالها وتوخي لها البيت. طب بصي يا ام احمد، عشان الصوت بس مش مفسرين الكلام قوي، الصوت بعيد شويه. انت بتقولي لما اختك بتنظف وبتعمل وهم مش عاجبهم التنظيف، تنظيفها صح؟ هم دي حماتها واخت جوزها بيضايقوها. اخت جوزها اه. وبترمى عليها طول النهار الكلام. بيرموا عليها الكلام وهي بيبقى جوزها نايم بقى وبيصحى بالليل يروح الشغل وطول النهار نايم. هي بتشتكي له طيب؟ ايه؟ اختك بتشتكي لجوزها؟ ما هو جوزها مسافر. مسافر؟ امال مين اللي نايم وصاحي ده؟ مين؟ جوز اختها. جوز عمتها اخت عمتها. اه جوز اخت جوزها. جوز عمتها اخت جوزها. ايوه ايوه. هو ده اللي نايم بالنهار وصاحي بالليل. طب تمام. وجوزها هي مسافر وسايبها مع العيله مع عيلته. اه. وهي يعني بيت عمتها في جانبها لازق في امها يعني. تمام. عايزين نوصل لحل يعني ايه اللي هي. ماشي حبيبه قلبي. يعني لو قدر الله لو جوز من اخت جوزها دي يعني في مشاكل. لو ايه؟ لو في مشاكل يعني حد يتكلم عليها. يعني وجود لو في مشاكل ايه؟ قصدك انها تنقل من البيت؟ يعني لو اجت علينا يعني وغضت يعني. لو غضت؟ يعني حد يتكلم عليها؟ من اختي لو غضت من اخت جوزها. يعني في حاجه يعني حد يتكلم عليها؟ خلي اختها يتكلمنا يعني نفهم منها. ماشي. هو انت بقى سؤالك ايه؟ ان هي عايزه تسيب البيت ولا عايزه ايه؟ احنا عايزين نوصل مصلحه. اخت جوزها دي بتترمى عليها الكلام. ماشي حبيبتي. ماشي تمام. يعني ماشي فهمت. خلاص تمام. هي المشكله بينها بين الست. خلاص مش اللي اتكلمت اللي هي اختها يعني الست دي. انت اتلخبطتي صح؟ لا انا مش متلخبطه، انا عايزه اشرح لك. اه فهميني. خلاص اللي اتكلمت دي بتحكي على اختها، فخلينا نتكلم على اختها بقى. اختها دي الست دي متجوزه في بيت عيله. كويس. وجوزها مسافر. حلو. وهي بتخدم حماتها وحماها
وهي عندها طفلة صغيرة وأخت جوزها ومتجوزة ومخلفة معاها وجوزها كمان. قاعدين فين بقى؟ كل دول في بيت عيلة. يبقى هي اكيد عندها شقة لوحدها. اكيد عندها شقة، بس هي بتقول بتصحى من 6 الصبح تخبز وتعمل وياكل تخبز كلهم لكل الناس دي. طب وبتخبز لاخت جوزها ليه؟ ما اعرفش. اخت يعني بتخبز لحماتها ماشي وبتنظف كمان. ماشي لاخت لاخت جوزها ليه، لكن لحماتها هنقول ما فيش مشكلة. طيب السؤال ايه بقى؟ ان اخت جوزها دي بتضايقها وطول النهار ترمي عليها الكلام، لا تسمح لها بالمضايقة، وبتقول البيت مش نظيف وانت مش بتنظفي كويس. ماشي نظفي انت، ما كلمه قصاد كلمه يعني. وجوزها بقى مسافر وسايب، لما جوزها بقى تيجي يجي تشكيله، ما تشكيلوش وهو بره دلوقتي. ما تركبولوش ايه الف عصبي، امال لما يجي ان شاء الله تقول له والله انا هنا في البيت كنت بخدم ماما مثلا عشان دي والدتك، هي والدتي، لكن اختك انا ما اخدمهاش وهي ما تخدمش اخت جوزها. بتلقح بالكلام، تلقح بالكلام، تقفل على نفسها باب شقتها وخلصت المساله. بس لكن مسألة بقى نغضبها ونجيبها وإيه الحكم في ده؟ لا ما تغضبش ولا تسيب بيتها أبدا على الإطلاق، عشان ما يحصلش مشكلة أكبر من كده، خاصة إنها عندها طفل. ربنا يهدي. مروة، أهلا يا مروة. أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا أستاذة عيني؟ ازيك يا حبيبتي، أهلا بيكي. أنا من معجبينك والله. حبيبة قلبي، أهلا وسهلا. أهلا. كنت عايزة أتكلم فضلت الشيخ. اتفضلي يا فندم. ازيك فضلت الشيخ؟ الحمد لله. دلوقتي انا كنت متجوزه تمام، وكان جوزي عنده مشكله يعني وكده عدويه، وكان في ضرب وقوانه وكده يعني. واحده واحده بس، يعني زوجك عنده، بتقولي عنده مشكله عضويه؟ عنده مشكله عضويه، وانا اصطدمت معاه يعني تقريبا سنه يعني. طب واحده واحده بس، يعني زوجك بيشكو من مرض معين صح؟ هو بيشكو بس مش بيقول، يعني هو مش راضي يعترف اللي هو عنده المشكله دي. تمام. المشكلة دي مأثرة عليك انتي؟ مأثرة عليك في العلاقة يعني الزوجية كده. ايه؟ ايه؟ مأثرة على العلاقة الزوجية وكده. ايوه يعني بقول لك مأثرة عليك يعني، تمام. فأنا الحاجة التانية بقى، وبيقول لك الحاجة التانية بيشتمك وبيهينك يعني؟ هو بص في الأول ما كانش مبين يعني، أنا ما كنتش أعرف الحاجة دي يعني، بس مع مدار الوقت وكده لما عرفت كده فهو يعني رشحت عليه اللي هو يعني يروح للدكتور، وكنت بروح لاهلي كذا مره بسبب المشكله دي، وارجع على اساس ان هو صغير او هيشوف علاج او كده. ليه؟ هو كان خليكي معانا ثانيه واحده يا مروه. هي اتخانقت معاه كذا مره بسبب المشكله دي، وقعدت تنصحه انه يروح للدكتور مش بيروح، فبيتخانقوا فبتغضب وتروح عند اهلها وترجع تاني. انت متجوزه بقالك قد ايه؟ انا هاجي لك الكلام دلوقتي. هو انا فضلت معاه سنه، بعد كده طلعت. ايه هو مش عارفه ليه النهارده الصوت مش واضحه يعني. بص يا وضحي بص صوتك كده يا مروه وعلي صوتك. كده ماشي قولي. بص هو انا فضلت معاه فتره بحيث ان هو يتغير، هو يعني هو بقى الأسوأ، فاهمه؟ اللي هو الموضوع التعب اللي فيه ده اثر عليه في الشك وضرب وكده يعني في البيت. تمام. قعدتي معاه قد ايه؟ قعدت معاه تقريبا 11 شهر. 11 شهر وبعدين اتطلقتي؟ مش كلهم قعدتهم يعني، في فتره كنت بروح لاهلي شهرين كده. كنت بتغضبي؟ تمام. اتطلقتي بعد كده لما اضطريت اللي هو فيه لازم يبقى فيه طلاق، بحيث ان انا مش هينفع استمر في الحياه دي، هو رفض الطلاق. بعد كده اهلي خدوني تمام، ورحت رفعت قضيه خلع. تمام. وبعدين؟ تمام. لما رفعت قضيه خلع طبعا كتبتها وكده، بس هو كان دخلني معه. بس ايه؟ هو كان دخلني مهر يعني قبل يعني، هو ما كانش مكتوب في عقد الجواز اللي هو ده مبلغ يعني مهر، عملت جنيه واحد يعني، فاهم؟ ماشي. طب والمؤخر كان مكتوب فين؟ فدلوقتي المؤخر مش مؤخر، هو مهر. فانا وقتها لما هو دفع المهر ده انا جبت بيه ذهب. تمام. هو الموضوع خلاص بقاله فتره، بس انا دلوقتي حاسه ان انا يعني عايزه اشوف هل انا الذهب اللي خدته ده حلال ولا يا لازم ارجع له. انت دلوقتي الورق اللي كان مكتوب فيه ان المهر جنيه؟ وبعدين لما رفعتي قضيه الخلع خلاص ما دفعتيش حاجه، طلقتي منه وبس. طلقت منه بس هو قبل ما يجي. لا هو دفع لك حاجه ولا انت دفعتي له حاجه؟ لا هو كان دافع لي قبل الجواز يعني، على انا فاهمه قبل الجواز هو اداكي فلوس وقال لك ده المهر بتاعك، رحت انت اشتريتي بيه ذهب. تمام. ما جهزتيش نفسك بيه ولا حاجه، جبتي بيه ذهب.
جبت بيه ذهب. تمام. بعدين اتطلقته بقى خلاص. فهل دلوقتي انا لو هرجع له مثلا الذهب ولا ارجع له الفلوس اللي هو دفعها؟ وهل انا من حقي الذهب وكده ولا مش من حقي؟ هو بقى طالبك بالفلوس دي؟ هو في الفتره الاولى قبل كده قال انا مش هطلق غير لما ايه؟ لما يرجع لي فلوس. وبعد كده قال مش هطلق اصلا وخليها زي البيت الواقف، يعني ده مش فارق معايا حاجه. ايوه تمام. بس بعد كده لما انا فضلت قعدت عند اهلي فتره فرفعت حقوق الخلع عشان انا كده كده يعني هو مش عايز يطلقني. تمام. فهو بعد كده ما طالبش بحاجه، بس انا من جوايا هو ما طالبش بحاجه دلوقتي، بس انت بقى اللي عايزه تشوفي هل المفروض تدي له حاجه ولا لا، ولو هترجعي ترجعيها كفلوس زي ما خدتيها فلوس ولا ولا ذهب، صح كده؟ وعايزه اعرف هل انا مثلا من حقي الذهب ده بشوف اللي هو اصلا يعني هو ما عرفنيش اللي هو عنده مشكله قبل الجواز. هو ما عرفكيش؟ ايوه. هو انت حسيتي انه خدعك يعني؟ غير بقى الاهانات والحاجات، مشاكل كتيره حصلت لي بسببه، فانا يعني اتاذيت نفسيا طبعا. فانا كده دلوقتي حاسه ان انا مش مرتاحه، انا ارجع له الحاجه دي ولا يعني؟ طب هل حاجتك مثلا الجهاز بتاعك حاجتك خدتيها ولا ما خدتيش حاجه؟ انا خدت هدومي، انا ما جبتش. انا ما جبتش هدومك بس؟ خدتي هدومك بس؟ هو انا كنت جايبه، هو كان مجهز الشقه كلها، انا كنت اخده هدومي بس. تمام. هو اللي اصلا كان مجهز الشقه. ماشي ماشي يا حبيبه قلبي، خلاص السؤال واضح. هو اذا كان في خداع في الاول وفي الراجل ده عنده مرض، المرض ده مؤثر على العلاقه الزوجيه وهو خدعها وما عرفتش الا بعد الزواج، فهنا بنبدا نقول المراه كان لها حق اما ان تبقى معه واما ان تطلب منه الفراق على الفور. تمام. لو ما كانت يطلقها فاضطرت انها ترفع خلع. لا ما كانتش قالت انا قعدت مع 11 شهر. لا بتقول لك انا قعدت مع 11 شهر، ما يعتبروش 11 شهر، انا كنت بروح عند اهلي بالشهرين ورا بعض. وطول الفتره دي بطلب منه بيتعالج، بيضربني وبيشك فيا، فاروح عند اهلي بالشهرين. وبعدين كل ما اطلب منه الطلاق يقول لا انا مش هطلقك، خليكي زي البيت اللي واقف. ماشي. فراحت في الاخر بقى بعد 11 شهر راحت بقى خالص عند اهلها، ما رجعتش تاني، رفعت قضيه خلع وكذبتها. طيب خليني برضو هوضح بس المساله من الاول. لو كانت المراه دي، لان انا خلينا نقف، انا بقول احنا طبعا بنجاوب على اساس السؤال اللي جالنا. صحيح. هي وأنا زي ما هي حكت، هو دي الاجابه بتبقى عليها. صح. تطلع لجنه الفتوى في سموحه عندها في الاسكندريه، تروح تحكي بكل التفاصيل اللي هي مش قادره. كان عنده حاجه بيؤثر على العلاقه الزوجيه، ما انا ما اعرفش هو ده ايه اللي بيؤثر على العلاقه الزوجيه، هل هي العلاقه الكامله هو ما كانش يقدر بده؟ ما اعرفش. لو كان عنده الحاله دي وبعدين هي لما دخلت واكتشفت ده كانت على الفور تطلب الطلاق. اما وان كانت بتسكت وبتقول له طب روحي تعالج، طب معلش ونستحمل وبتاع، فهي رضيت ايه؟ رضيت بهذا الامر. وبالتالي احنا نفرق بين حالتين. لو كانت الحاله الاولى طلبت على الفور قالت له انا مش هقدر استحمل الكلام ده، انا من البدايه كده انا ما اعرفش انت خدعتني وغشتني، فلها كامل حقها بما دخل عليها. الحاجه الثانيه اللي هو لا، ده هي قالت طب ونعدي ونشوف بقى، وبعدين بقى يضرب وبيسب ويلعن ومش عارف ايه، فانا هطلب الطلاق، انا مش هقعد بقى في القرف ده كمان، عشان ده انت عندك الحاله دي، احنا قعدنا بقى فتره طويله. وبالتالي فهي يبقى الخلع تختلع منه. طيب تختلع منه اللي هي ايه؟ ردي عليه الحديقه وطلقها تطليقه. طب والله انا خدت منه البتاع الاصل فلوس. ان هي يا اما تستسمحه في ده يا اما ده هذا كامل حقه، يعني ان هي ترجعهم له فلوس على الحاله الثانيه. على الحاله الثانيه. انا ما اعرفش هيبقى الحاله الاولى ولا الثانيه. الحاله الاولى ولا الثانيه؟ يعني هي ممكن يبقى الحاله الاولى او تبقى الحاله الثانيه. قد يكون اول ما دخلت كده وقالت له لا طلقني وانا بطلب الطلاق وانا مش هطلق وبتاع وما الى ذلك، لا كان الاصل ان هو يطلقها وتاخذ كامل حقوقها. لكن هي صبرت وبتاع وقالت طب نروح للدكتور، طب نشوف، طب نعمل، طب الحكايه، طب الروايه، يعني راضيه بالامر ليه؟ رب الامر بس تعالى نعالج. خلاص؟ يبقى هنا انا خلاص مش قادره كده، خلاص وانت طلبت الخلع يبقى رد عليه الحديقه طلقها تطليق. في الاخر انت بقى حالتك ايه؟ انا ما اعرفش. انت بقى روح هناك لجنه الفتوى وقعدي معاهم واحكي عشان يبقى سين وجيم. تمام. ام ملك اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا يا حبيبتي، اتفضلي. حضرتك كنت عايزه اسال سيدنا الشيخ في حاجه. اتفضلي. حضرتك دلوقتي انا جيت يعني انا متجوزه بقالي 7 سنين.
جيت جوزي اتقدم لي في اول الجواز هو وعمه وابوه، فقالوا ان الشقه دي بتاعته واهلي جم اتفرجوا عليها. بعد كده حضرتك بعد 7 سنين اكتشفت ان الشقه دي مش بتاعته، بتاعت عمه، وهو دلوقتي عايز يطلعنا منها. فاحنا دلوقتي اخذنا اوضتين في بيت اهله ان احنا نوضبهم، بس احنا مش قادرين نوضبهم. فجم عملوا مشكله وتهجموا علينا وكان عايزين يطلعونا بالعافيه، فاحنا ما رضيناش نطلع. فالناس حكمت ان هو يدينا مبلغ، فهو ما رضيش يدينا مبلغ غير 5000 جنيه. مش هيعملوا حاجه دول. ما هو مش هيعملوا حاجه. وحضرتك بعد كده جم قالوا له ايه، خليها يعني شويه عشان ال 5000 جنيه دول، شويه خليهم 10000 جنيه مثلا. فاحنا رحنا قلنا له مش عايزين منك حاجه، فهو جه بعدها قال لنا طب بصوا انا هساعدكم، وهو وعدني قبل كده ان هو هيساعدني، وبعد كده قال لي لا انا ما قلتلكيش كده، ما قلتلكيش انا هساعدك في حاجه. بعد كده حضرتك هو جه وقال لنا انا هساعدكم ومش عارفه ايه، بس الراجل يجي ياخد البيت. فهو دي تاني مره حضرتك الراجل في واحد يعني يجي يشتري البيت وبعد كده ما ياخدهوش، يدفع عربون ويتداين بالعربون ده ويشطب شقه ابنه، وبعد كده جه تاني واحد برضه دفع عربون وما اخدش البيت، والمفروض ان هو يطلعنا من البيت عشان الراجل ده. وجوزي كان دافع 9000 جنيه في البيت ده عشان يشطبه اللي احنا قاعدين فيه حاليا. فدلوقتي حضرتك وانا لو خدت المبلغ ده منه، يعني هو انا كده يعني الفلوس دي مش من حق ان انا اخدها؟ هو بس هو جوزك كان كاتب معاه عقد ولا لا؟ لا ما كانش كاتب معاه عقد، مفيش عقود خالص يعني، مفيش عقود. لا وهو اساسا ده عمه وليكن. ولما اخويا ساله ان هو في عقد للبيت ده قال له اه، والعقد ده في البيت، وقال للناس كلها ان الدور اللي تحت ده بتاع محمد. ايوه هو العيب مش على عمه، هو العيب على جوزك، ان جوزك اصلا راضي بهذا الكذب والخداع في الاول. ما هو صدق عمه، يعني هو ما يعرفش ان عمه مثلا يعني هو صدق عمه، يعني هو انا عمي بيقول لي انت ليك الشقه دي وانا ما فيش عقد هصدقه؟ هو في كده يعني في كده؟ لا طبعا. وبالتالي اصلا زوجك له هو اللي يدور على شقه، ولا يدور ان شاء الله يدور على حتى اوضتين زي ما انتم بتقولوا كده، وهو المتكفل بان هو يسكنك. انت في النهايه المفروض لك سكن خاص بيكي. سكن بقى مين اللي هيوفر ده؟ هو جوزك. بس عمه جه قال لنا، ملناش علاقه بعمه بقى، يعني الموضوع بقى احنا ملناش علاقه بعمه. ممكن نعمل قعده عرفيه كده ونقول له تعالى يا عم انت كذبت علينا، وانت ضحكت علينا وقلت كذا كذا كذا، بنظير هذا الكذب هندفعك مبلغ. ماشي يمشي الحال. لكن نظير اللي انت تطلعهم من هنا فاديهم مبلغ عشان يطلعوا، بص يا شيخ احمد عارف هي بالظبط الفكره دي زي فكره الخلو، يعني واحد قاعد في الشقه جه صاحب البيت قال له انا عشان كده انا عايزك لا تمشي. لا عشان كده انا سالت في عقد ولا لا. لا احنا دلوقتي مش بنتكلم قانون، بنتكلم على الشرع. ما هو يعني القانون هو الشرع في الحته دي. ازاي يا شيخ؟ ما هي الفتوى موجوده كده. شوف يا استاذه دعاء، انا لو قاعد شقه تمليك اللي هو العقد الايجاري القديم تماما دهوت، واخد بال حضرتك، هذا لا يجوز. لا من هو دلوقتي، لكن انا عقد لو من غير عقد، ما انا بكلمه شرف حبا اللي انا كلمه شرف خلاص. ايوه ما انا مش قاعد هنا. مش شقتي مش شقتي يعني انت في يوم لا تمشي اجرها كأن مأجرها من غير عقد. هو لا بيدفع ايجار ولا هو بيعمل اي حاجه، هي ولا عامل له عقد خالص، وهو الراجل عارف ان دي مش شقتي ولا عقد اصلا. وانا من حقي اللي انا عاوزها عشان ابيع البيت، روح دور لك على شقه تانية. انا استحملتك سنه سنتين، مش هقعد مستحملك العمر كله. تمام واخده بقى. لكن انا لما سالت على العقد، ليه سالت على العقد؟ افرض احنا عاملين عقد مده مثلا 20 سنه تمام، وانا خلصت منهم 5 سنين وجاء قال لها همشيك وبمشيني غصب عني. فالمجمع الفقهي قال يجوز ان انا كمستاجر ارجع على هذا الرجل، واخده بال حضرتك، اللي هو صاحب البيت ده، بما تبقى من السنين، يعني اخد منه خلو. انا والله المفروض المده بتاعتي، فكانك بتشتري المده دي. المده دي انا هبيعها لك الايجار مثلا 500 جنيه، يعني السنه 6000، يعني في العشر سنين 60000، فانا ببيعها لك يا باشا ب 60000. فالمجمع وهسيبها لك، انت بتشتري المده، ما انا واخد انا مأجر منك مده. فالمده لما تخلص خالص مشيني. لا انا همشيك قبل المده، يبقى انت بتشتري مدتي. اشتري المده. خلاص تدفع بقى 60، تدفع 50، تدفع 40، تطلعني كده وانا راضي.
المهم ايه؟ يبقى انت اشتري مدتنا، لكن هو لا في اجر ولا في عقد ولا في مده. وبعدين هو مقعده، هو مقعده كتر خير هو مقعده. طيب نعمل ايه؟ عمه كذب علينا احنا. نعمل قعده لعمه دي نقول له تعالى يا كذاب يا منافق انت غشيتنا احنا. فالمجلس العرف يحكم عليه عشان الكذب ده ب 100,000 بمليون جنيه يدفع. تمام يا شيخ احمد. احنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا. قالوا زمان ايه؟ ان القرش الابيض بينفع في اليوم الاسود. احنا بقى دلوقتي بنقول الصدقة البيضة بتنفع في يوم القيامة الصعب. برحب مرة تانية بضيفنا الشيخ احمد وفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة فذكر. اهلا بك الشيخ. الله يخليك يا رب يحفظك. هو هل يجوز اصلا ان احنا نقول اليوم الاسود واليوم الاحمر؟ لا، بس هو ده المثل كده، بس المفروض ما نقولش كده ابدا. طب انت قلت ليه بقى؟ عشان ده مثل. لا، وتقول المثل ليه اصلا ده؟ بقول المثل، يعني المثل ليه معنى. زمان كانوا بيقولوا كده يعني، بس كانوا بيقولوا على اساس التحويش، يعني ده القرش الابيض بينفع في اليوم الاسود، يعني معناهم ان يوم الزنقه او اليوم الصعب هو ده المعنى. طب يبقى حرام ليه ادام المعنى كده؟ هو انا بس بحس ان كلمه حرام دي كبيره قوي، مش اي حاجه نقول عليها حرام. انا بحس كده. ليه ما ينفعش؟ ما ينفعش بقى. عشان كل ايام ربنا حلو، ده على قد تفكيري يعني. طيب احنا عندنا الحديث اللي هو لا تسب الظهر، صح؟ هل ده سب للظهر؟ لا. متاكده؟ مش عارف. انت قلت المعنى اهو. يعني. انا قلت المعنى، معناه مش كده خالص. المعنى اللي هو ايه؟ اللي هو مش سب، يوم صعب. صح؟ ان يا جماعه الابيض ده اللي هو اليوم الاسود معناه اليوم الظلمه ده، اللي هو وقت الشده قوي، الشده ليه التي تشبه بالظلام الدامس، فانا مش قادر. فانا ما سبتش الظهر. انا ما سبتش اصلا الظهر، واخد بال حضرتك؟ فده لا ينطبق عليه لا تسب الظهر. معايا ولا مش معايا؟ ولذلك لما اقول لي كده وانا سالتك المعنى ليه، عشان بس الناس بس يقولوا ده الاستاذه دعاء بتقول دلوقتي، هيتكلوا هيحولوا عليا انا. يعني طلعتك منها فانا هقع فيها. فخلينا في البتاع، عشان ايه اللي هو اللي انا لو ما تصدق دلوقتي في اليوم الشديد الهول يوم القيامه. خلاص، هو بالمعنى ايه؟ عارف حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لكعب بن مالك أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك؟ القرش ده هينفعك وقت الزنقة. بالضبط. أتصدق بكل مالي؟ قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة فقراء، يعني يتكففون الناس يسألون الناس، اللي هو سيب شوية من الفلوس عشان خاطر مين؟ عشان خاطر الايام الصعبه، الايام الزنقه. ها، فالناس حورتها بقت قالت الايام السوداء، مش ما لا تقصد سب اليوم. بتيجي تقول له وانت بتقصد سب اليوم يا مولانا؟ يقول لك اعوذ بالله، انا سب اليوم ليه يا سيدي؟ انا قصدي الزنقه. الزنقه دي سوداء، يعني حاجه كده وحشه، حاجه ظلام، واخد بال حضرتك؟ فهم بيقولوا كده، فما نجيش نقول والله ده دي يا مولانا الفاظ تخالف العقيده والشركيات والكلام البتاع، وداخلين وندخل الناس في حيطه سد. ايوه، فنفهم الاول المثل ده اتقال ليه، واتقال في زمن كان فيه علماء على فكره، ولا احنا كان لما اتقال كان فيه جهله؟ الازهر موجود. طبعا. ما قالش كده والازهر طلع وقال لا المثل ده غلط. ما احنا العلماء على مر تاريخ الازهر 1080 سنه ما قالناش والله ده غلط. فنيجي في النهايه اليوم القرش ده اللي انت هتعمل بيه دلوقتي هينفعك في اليوم اللي ايه؟ الصعب بتاع يوم القيامه، اللي هو يوم اهوالي يوم القيامه. طب تعالى كده بقى يا شيخ احمد نشوف سيبك من الكلام ده وتعالى نشوف تقرير. ايوه، يلا نشوف اول تقرير خير في حلقتنا النهارده ومؤسسه فذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. مع مؤسسه فذكر ما زالت تغطيتنا وما زالت رحلة البحث عن الحالات الصعبة، وما زلنا موجودين في قرية بني حلة بمحافظة بني السويف، ومعانا حالة هنتعرف عليها حالا دلوقتي. اسمك ايه؟ محمود.
محمود ايه؟ ربيع. محمود ربيع، ازيك يا محمود؟ عامل ايه؟ عندك كام سنة حبيبي؟ 10. 10؟ بتروح مدرسة؟ ليه؟ معرفش اتحرك. ما اعرفش اتحرك. عدي صوتك، عدي صوتك. ما تروحش مدرسة ليه؟ ما بعرفش امشي. ما بتعرفش تمشي خالص؟ يعني لو قلت لك وقف دلوقتي تقدر؟ ايه؟ طب حتى لو سندتك؟ ايه؟ ليه؟ ايه؟ هوب حاول. ايه؟ هوب هوب هوب. ايه؟ حاول. مش هتقدر؟ ربنا يبنيش فيك ويعافيك يا رب ان شاء الله باذن الله تعالى. ام محمود ازيك؟ الحمد لله. الحمد لله. مين حالك محمود ايه؟ محمود حالته صعبه، على طول قاعد جوه، عايزينه بس يتحرك، عايزين مساعده من عند الله. عايزين له كرسي اي حاجه. الحاله دي عنده من امتى؟ من حوالي، كان عنده حوالي يجي سنه اكتشفناها فيه. يعني ليه 9 سنين ما بيتحركش ما بيطلعش، احنا اللي شايلينه، احنا اللي عاملين ندخله الحمام. يعني حضرتك اللي بتقومي على خدمته؟ ايوه. ما يقدرش يعمل حمام لوحده، ولا يقدر يشطف، ولا يقدر يطلع بره. في ايه؟ مالك؟ ها؟ مالك؟ ايه؟ مالك؟ عينيك مدمع عليه؟ ها؟ مالك؟ الله مساعدنا في كورس. ايه؟ قول لي. قول على اللي عايزه. لا انت بتعيط ليه؟ ما تخافش. قول لهم ساعدونا بكورس عشان تقدر تطلع مع اصحابك ويجعلوا في ميزان حسنات. هتزعلني منك؟ بتعيط ليه طيب دلوقتي؟ قول لي. قول لي حبيب مالك؟ ساعدونا بكورس. عايز كرسي؟ بسيطة جدا يعني، ولا تعيط ولا تزعل نفسك. أحلى كرسي يا سيدي، الأحلى محمود. ها؟ أحلى كرسي الأحلى محمود، بس كده؟ لا اله الا الله. الا في له اخوات؟ له اخت. له اخت واخ. اخت؟ اخت ايوه، تخش بعد العيد. واخ اصغر منه؟ الاخ. لكن هم الحمد لله سلام. ايوه. ووالده؟ والده على باب الله شغال، يعني فلاح. فلاح على باب الله. ربنا يا رب يوسع علينا وعليكم ويرزقكم. انت عارف ان انت من اهل الجنه ولا مش عارف؟ عارف ولا لا؟ ها؟ عارف ان انت من اهل الجنه ولا لا؟ ها؟ عارف يعني؟ طيب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا عارفين حديث المرأة السوداء التي كانت تصرع، كان عندها مرض الصرع، وطبعا أظن حضراتكم عارفين مرض الصرع. برضو بيبقى في خلل في خلايا المخ، فبتصرع بيحصل لها تشنجات. فراحت لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أدعو الله لي أن يشفيني. فسيدنا النبي خيرها وقال لها: إن شئت دعوت الله لك. وطبعا دعاء حضرة النبي مستجاب. فحضرة النبي خيرها بين أمرين، قال لها: إيه رأيك، أدعي لك وربنا يشفيكي، ولا تفضلي زي ما أنت وتدخلي الجنة؟ فالست المؤمنة العقلة اختارت الإيه؟ اختارت الجنة. بس طلبت من حضرة النبي طلب، قالت له: طب يا رسول الله، أدعو الله لي ألا أتكشف. شوف المسلمة العفيفة اللي عايزة جسمها ما ينكشفش، وست صاحبة مرض، وربنا قال لنا في القرآن: ليس على المريض حرج. لكن شوف المسلمة العفيفة، مريضة صاحبة مرض، ورغم كده طلبت من حضرة النبي أن يدعي لها عشان لا تتكشف، يعني ثيابها ما تترفعش من عليها وهي خارج الوعي في حالة الصرع. فحضرة النبي دعا لها. ولذلك كانوا يقولون، كانوا يقولوا الصحابة يعني: من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة السوداء. طبعا حالة ابننا محمود، يعني أنا شخصيا بحاول أمسك دموعي حقيقة، يعني فدموعه غالية قوي عندنا. فإن شاء الله بإذن الله تعالى، يعني هو طالب طلب بسيط قوي، وإن شاء الله طلبه مجاب من عند أهل الخير، من عند ربنا إن شاء الله بإذن الله تعالى. هو عايز كرسي كهربائي متحرك عشان خاطر يعرف يتحرك به، وإن شاء الله بإذن الله تعالى هتوعدنا تروح الكتاب أو تروح المدرسة عشان تحفظ القرآن. يعني إن شاء الله لما يجي لك الكرسي، ها ها، هتروح الكتاب. عندكم كتاب في البلد؟ عندكم كتاب؟ تروح الكتاب وإن شاء الله تقدم في المدرسة، حتى لو محو أمية مفيش مشكلة. فطالما الكرسي جالك يبقى مالكش عذر، صح ولا لأ؟ صح، وعد ماشي.
طيب ان شاء الله باذن الله تعالى. ست محمود هستاذن حضرتك، معلش احنا طبعا صورنا الحلقه وهنزيحها على التلفزيون، فمعلش لازم حضرتك توافقي ومحمود يوافق ان احنا نزيح الحلقه. فموافقين على اذاعه الحلقه؟ نعم موافقين. يجعلوا في ميزان حسناتكم يا رب ان شاء الله. يقدركم على الخير. موافق يا استاذ محمود؟ شوف نفسك في التلفزيون، بس لما تشوف نفسك كده انا عايزك تبقى مبتسم كده وتضحك، صح ولا لا؟ ها ان شاء الله. بالناشد احبابنا اهل الخير بنقول لهم فاستبقوا الخيرات. ارقامنا ارقام مؤسسه فذكر ظهر على الشاشه قدام حضراتكم، عايزين نبادر نسارع عشان خاطر نرسم البسمه والفرحه ونبدل الدموع اللي نزلت من عينين محمود دي، نبدلها لفرحه وسرور وبهجه ان شاء الله. ربنا يا رب يكرمكم ويسعدكم ويبارك لكم وما تشوفوش مرض في جسمكم. شارك معانا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98-88 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. طيب يا شيخ احمد، كنا بنتكلم قبل اليوم الفاصل لا خلاص بقى، كنا بنتكلم على ان الصدقة لما نطلعها في الدنيا يبقى احنا كده كأننا بنحوش لنفسنا علشان في الآخرة هتنفعنا الصدقة دي، هي اللي هتنفع. هو انا لما اجي احوش واجي يجي يوم زنقة ايه اللي بيحصل؟ يقول لك افتح هات ما تحت البلاطة، عشان بقى يتفرج علينا، عشان يبقى يحصل انفراج. تحت البلاطة دي بقى اللي هو انا بعملها امتى؟ انا بعملها الفرشة دي، ها، اللي هو في الدنيا، عشان يوم القيامة، يوم الكرب ده بيوم عظيم، يوم عظيم جدا، أهوال يوم القيامة دي صعبة جدا، وبالتالي لما نلاقي النار بسمع صوتها كده فانا اقول الحمد لله الصدقة هتنجيني من الصوت ده، لما الاقي الشمس مقرقة الحمد لله انا فين صدقتي، واروح داخل باب الجنة، اروح فين باب الناس المتصدقين فادخل من باب الجنة، وهكذا. وبالتالي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هيشوف ان شاء الله، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طيب احنا دلوقتي نشوف كمان تقرير مع مؤسسة فذكر ونرجع لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زالت مؤسسة فذكر مع حضراتكم ومع اخواتنا واهالينا في قرية بني حلة في محافظة بني سويف، ومعانا دلوقتي حالة جديدة من الحالات اللي قابلتنا، هنتعرف عليها ونعرف مشكلتها ايه. ازيك يا حاج؟ سلامك يا شيخ، كويس الحمد لله. الحمد لله. اسمك ايه؟ اسمي حميد. ام ايه؟ ام هبه وام زينب وام هاجر وام مانجا وام فاطمه. يعني انت عندك كام؟ معايا خمس بنات. معاكي خمس بنات، تمام. وجوزك فين؟ جوزي متوفي الله يرحمه. من قد ايه؟ بقاله ست سنين. بقاله ست سنين ومعاكي خمس بنات، الخمسة أسماءهم وأعمارهم أو سنهم؟ عندي واحدة عندها 19، واحدة عندها 18، واحدة عندها 15، واحدة عندها 17، واحدة عندها 9 سنين. ربنا يا رب يبارك لك فيهم. الحاجة حميدة معاها جواز مرور أو جواز دخول للجنة مجانا. خمس بنات أبوهم توفي من ست سنين، حملت هي راية الكفاح والجهاد وبتكافح وتجاهد عليهم، الحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى أكرمها وأعنها. إنها جوزت كم واحدة؟ مجوزة اتنين بس، عليا كده عليا 50,000 جنيه وفرفين عليا الشيكات. حاضر، هنعرف حالا. ربنا أكرمها وعنها، جوزت اتنين من البنات، متجوزين بقالهم قد ايه؟ ليهم سنة. هم ليهم سنة، يعني اذا هي اللي شالت الحمل كاملا بعد وفاة والدهم الله يرحمه. الستات اللي زي دي تاج يتشال على الراس، وانا كنت لسه بقول لحضراتكم من شوية معاها جواز مرور للجنة ببلاش، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان الراجل او الست اللي هو من عالى
حضرة النبي ما حددش راجل أو ست. من عالى ثلاثا من البنات، ثلاث بنات، فأوهن وأدبهن وعلمهن وأنفق عليهن حتى يتزوجن كنا له حجابا أو سترا من النار. الحجة حميدة ربنا يبارك فيها يا رب، جوزت بنتين، هنعرف منها إيه اللي حصل. أنا والله جهزتهم، كنا بنشتغل يعني وبنعين من بعضينا، وجينا فزنانا يعني وكدتي، فجينا روحنا جبنا جواز البنات. يعني جهزتيهم قسط؟ ايوه تمام. طبعا رفع علي الشيك عشان انا مش قادره اسدد يعني، وبشتغل في الجبل انا وهم. بتشتغلي في الجبل؟ ايوه. تشتغلي ايه في الجبل؟ بنجمع طماطم فلفل، نشتغل يعني زرع يعني في الجبل. زرع، مش في الحجر ولا لا. انتوا عندكم قريب منكم هنا؟ ايوه تمام. في مزارع في الجبل. أيوة. فبتروح تشتغلوا في جمع الطماطم. أيوة. في الفلفل. أيوة. بتاع جميل تمام. أيوة. بنروح بقى انت والبنات اللي ما اتجوزوش يعني، الثلاثه اللي لسه ما اتجوزوش. أيوة. بيشتغلوا معاكي. ايوه ربنا يبارك لكم يا رب. تمام. رفع علينا بقى الشيك، فاحنا مش قادرين نسدد بقى، يا ربنا يسدد عنا وعن الناس كلها يا رب، وربنا يبارك فيهم يا رب، ويصلح حالهم ويستر عليهم، يساعدونا باي حاجه يا رب. يعني حضرتك التليين ومش قادره اجهزهم. طيب يعني حضرتك عرسان وانا مش قادره اجهزهم. يعني حضرتك مديونة. أيوة. ب50,000. ب50,000. أيوة. والراجل اللي انت كنت بتاخد. أيوة. من عنده الاقساط. أيوة. تراكم عليكي. أيوة. المبلغ. أيوة. فمصبرش عليكي. لا لا. رفع عليكي قضية. أيوة. رفع علي. أيوة. بالحبس. أيوة. أيوة. واخد عليكي حكم بالحبس. أيوة. معايا جيب بتاع ده بيان من المحكمة يعني. محتاجين يعني الجماعة جيبوا لهم يعني وكده. حاجة حميدة، احنا صورنا مع حضرتك عشان التقرير ده هيتذاع على التلفزيون. حضرتك موافقه نزيع؟ ربنا يستر عليكم. حضرتك موافقه نزيع؟ يا عمي سيب على الله، ربنا يبعت لكل واحد باب رزقه. موافقه نزيع؟ سيب على الله. طيب الله المستعان. ان شاء الله رب العالمين. هنستأذن حضراتكم اهل الخير اللي بيتابعونا وبيشوفونا، مؤسسه فذكر ارقامها موجوده قدام حضرتك على الشاشه. رجال الاعمال واهل الخير والناس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيجعلهم سبب في رسم البسمة والفرحة على وجوه مثل هذه السيدات الغارمات، عايزين نسارع ونسدد لها دينها. مش بس كده لا، ونشارك ان شاء الله في ان احنا نستر كمان الثلاث بنات اللي باقيين معاها ان شاء الله. مؤسسة فذكر دايما بتذكر حضرتك بفعل الخير، ودايما بتدل حضرتك على الناس اللي محتاجة للخير. نعم يا ستي. بنتي بيجي ولادي جوز بيجي لهم عرسان، انا مش قادرة اجهزهم، انا برفضهم عشان انا مش قادر. انا حاضر. مش قادر. حاضر سامعين، البنات بيجي لهم عرسان، هي مش قادرة يعني تفتح الباب لحد عشان طبعا ظروفها ضيقة، فمش قادرة تجهز، وكمان لسه عليها دين ومعرضة للحبس. طبعا مؤسسة فذكر بتذكر حضراتكم دايما بفعل الخير، وان احنا نمد يد العون لاخواننا واخواتنا المحتاجين. يلا سريعا ان شاء الله نلبي لهذه السيدة طلبها ان شاء الله رب العالمين. ربنا تقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب. شارك معنا واتصل بينا على الارقام التالية 012-77-67-98-88 أو 010-555-99-8، وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. ربنا يقدرنا على مساعدة كل اللي محتاجين يا رب. يا رب. وتعليقك يا شيخ. هو اللي أنا لسه بقوله، يعني أنا بتكلم، إحنا بنتكلم بقى اللي هو ينفع يوم القيامة. يوم القيامة عشان ده ينفعك بقى، فأما من ثقلت موازين، إحنا عاوزين نتقل. نتقل إيه؟ عمالين نحط شوية زي ما إحنا بنحط كده، نتقل الحساب، ها، وفتحين الصندوق ونحط جنيه فوق جنيه فوق جنيه فوق جنيه فوق، فعمالين نتقل حسابنا. فإحنا عاوزين نتقل كفة الميزان بقى الحسنات يوم القيامة، في بالعمل الصالح، بالصدقة، بفعل الخير، وفعل الخير لعلكم تفلحون، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. تمام. هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا. إنجازات مؤسسة فذكر اللي بتوفي بوعدها وبتعمل وتقدم لله تبارك وتعالى، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فقط أنا صوتك اللي بوصل للمكان. ستنا أم أحمد، ست أم أحمد اتحركت وطلبت، وبفضل الله تبارك وتعالى المؤسسة جت
وفي المرحلة الأخيرة بفضل الله عز وجل علشان خاطر المية تدخل البيت، يا رب يتقبل منا ومنكم. أنا عايز ست أم أحمد يتكلم عن نفسها بنفسها. أنا كنت بشحط مية من الجيران، وكنت بضرب مية من برا من على الترع، وجات المؤسسة دي، جات واحدة ست جات قالت لي عاوزة، قلت لها عاوزة عدد مية، قالت لي حاضر، جات عملت لي الورقة وصورت من وقالت لي حاضر هجيب لي. جات بعدها ب 15 يوم ولا 20 يوم بعتوا لي قالوا لي احنا جايبين لك العداد وتعالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنجاز آخر من إنجازات مؤسسة فذكر اللي تحسب للقائمين عليها، وإحنا من باب الدالة على الخير كفاعله. يا رب يتقبل مني ومنكم. أمنا الست مرزوقة كانت طلبت، كان المية مفيش مية في البيت، وبتجيب على مسافة بعيدة تروح تجيب مية للبيت، ومفيش هنا المية مش متوفرة زي عندنا في القاهرة، فكان لازم المؤسسة تتحرك بعد ما هي طلبت ده، وبفضل الله عز وجل تم هذا الإنجاز. أنا عايز تسمعوا الإنجاز من الحاجة مرزوقة بنفسها علشان تعرفوا الحالة كانت إيه، وبفضل الله عز وجل مصداقيتنا وشغلنا إيه. اتفضلي يا أمي. الله يبارك لكم، الله يبارك لك في صحتك. احنا ما كانش عندنا ميه يا باشا، وربنا كرمنا كده جو بتاعت المؤسسة دخلوا لنا الميه، لقوني بامله بالغلايه، بحاول بالغلايه من عند الجيران، دخلوا لنا الميه. الله يبارك لهم في صحتهم ويبارك لكم ويزقكم من الخير ويعليكم كمان يا رب ويسترها عليكم. انجاز تاني من انجازات مؤسسه فذكر اللي تتولى إنجازاتها لتفي بعهودها علشان خاطر لا نريد منكم جزاء ولا شكورة. يا رب يتقبل منا ومنكم. عم نادي كان محتاج في البيت هنا، كان محتاج مية وعداد حد يدخل له مية، وبفضل الله تبارك وتعالى تم إدخال المية لحد هنا. علشان كده أنا عايزكم تسمعوا الإنجاز منه مباشرة علشان تشاركوا معنا إن شاء الله. فضل عم نادي. فضلك الله. هي مؤسسة فذكر جت شافت البيت وقلنا لهم عاوزين ميه، جابوا لنا عداد ميه هنا، جزاهم الله كل خير. احنا معانا حاله كانت طلبت ان هي يتعمل لها ميه ويدخلها ميه ويتعمل لها عداد ميه، وبفضل الله تبارك وتعالى اتحركت المؤسسه علشان تدخل ميه لاهلنا المحتاجين الميه. انا اخلي الافضل ان الحاله تتحدث عن نفسها. اتفضلي يا استاذ. شركه تذكر لها الشكر ولها الفضل علينا اللي ما كانش عندنا مية وجابوا لنا عداد مية. ألف شكر، ألف شكر. زي ما شفتوا حضراتكم بفضل الله تبارك وتعالى المؤسسة بتحرك لأهلنا المحتاجين المية، اللي إن شاء الله عايز يشارك معانا. ده إنجاز من ضمن الإنجازات. اللي عايز يشارك معانا إن شاء الله رب العالمين ينظر أسفل الشاشة هيلاقي أرقام يتصل بيها علشان المندوب يصله أينما كان. السلام عليكم. تتوالى إنجازات مؤسسة فذكر. مؤسسة فذكر بتتحرك علشان خاطر تدخل المية لأهلنا اللي محتاجين مية في بيوتهم، والمية لسه ما وصلتش لحد دلوقتي، علشان خاطر نحقق كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة. أنا مش عايز أكثر من الكلام، خلي الحالة تتحدث عن نفسها. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مؤسسة فذكر جاوا ركبونا العداد، وربنا يعمر بيوتهم ويكسر من افعال الخير يا رب. لو عايز تشارك معانا مع المؤسسه انت كمان، بص اسفل الشاشه هتلاقي في ارقام اتصل عليها علشان مندوبنا يصلك اينما كنت. السلام عليكم. شارك معانا واتصل بينا على الارقام التاليه 012 77 67 97 88 أو 010 555 99 8، وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى من يكفل ومن يساند ومن يدعم. الحقيقة إن إحنا بنشوف حالات، والله يا إخوانا يعني مش عايزين هنتكلم عن إيه، يعني الحالة الآن الحال يغني عن المقال. حالة تحتاج إلى 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 حياة. يعني البيت قدام حضراتكم، الصورة تيجي في الكاميرا، عم ربيع
من الناس يعني أصيب في عينيه فأصبح ضرير لا يرى لا يعمل، وقد بلغ من السن أرذله يعني 75 سنة، وأصيب في عينيه فأصبح مفيش مورد رزق للبيت، ومع كمان عدم العمل مفيش شغل ومفيش دخل للبيت، كمان في دين. يعني تخيل حضرتك هم أخذوا قرض، أهل الخير وأهل الفضل تبرعوا بقطعة من الأرض، فاضطروا ياخدوا قرض مقداره ربما يراه البعض قليل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يمكن الآية مش في موضعها ولكن تحمل المعنى، البعض يشوفه قليل جدا، يعني ايه 18000 جنيه علشان يبنوا قطين زي ما حضراتكم شايفين، القطين دهم يحموهم ويستروهم من الشارع، 18000 جنيه مش كتير اطلاقا، لكن صعب على عم ربيع انه يسددها في 18 شهر، فيدفع عم ربيع بالعافية من خلال جريد النخل، يقطع جريد النخل وهو قاعد مكانه ما بيتحركش لأنه ضرير زي ما ذكرت لحضرتك، والكاميرا هتجيب. أنا عايز عم ربيع يتكلم بنفسه ويحكي الحالة بنفسه علشان خاطر إخوان المشاهدين يروا الصورة كاملة. عم ربيع اتكلم حضرتك عن نفسك. السلام عليكم. ايوه يا باشا، ازيك يا باشا؟ انا حالتنا صعبه بصراحه يا باشا، حالتنا صعبه خالص، بعد اشهر انا حتى بناكلش نص كل لحم ولا حتى فروخ، من حالتنا مش استعملت الشغل، وانا راجل ضرير ومرته ليا كبير، معيش حد يساعدنا، اهل الخير بيساعدونا برضه، اهل الخير بيساعدونا، والحته اللي عندنا فيها دي اهل الخير بيتبرعوا لنا بيها، بس البنا برضه اهل الخير ساعدونا، واحنا جبنا كرت، جبنا كرت عشان نبني، عشان البنا، عشان البنا بصراحه يا باشا. حالتنا يا عم حالتنا صح، الله يصلح حالك يا باشا، الله يجعلك في اهلك الخير ويجعلك من اهل الجنه ويزيدك من نعيم الله يا باشا ويصلح حالك. اللهم امين اللهم امين. زي ما شفتوا حضراتكم الحاله، عم ربيع الحاله كما ترون، الحال يغني عن المقال، اللي يستطيع اخواننا يقدم لاهلنا لا يبخل على نفسه، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه. ها انتم هؤلاء، ربنا بيقول لها، ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم يعني بعض منكم، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، أنت اللي محتاج، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. كمان كلنا بنعاهد ربنا سبحانه وتعالى لما يكون مش معانا نقول ربنا لو اداني هعمل وهعمل، طب هو أنت الآن ربنا أعطاك، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وما كانوا يكذبون. اوعى تكون واحد من دول. أنا بقول لحضرتك وأنا بأذكرك بهذه الآيات علشان أذكرك بفضل الله عز وجل عليك وبحق هؤلاء علينا، حق الإنسانية وحق الإسلام وحق ربنا تبارك وتعالى قبل كل شيء. هؤلاء يستحقون الزكاة ويستحقون الصدقة. والله يا أحباب أنا أستحي أن أنا أقول الكلام ده قدام عم ربيع والحجة، لكن إحنا قاعدين في البيت يعني ما في أي شيء خالص من مقاومات الحياة على الإطلاق. يا رب يعينكم على فعل الخير، وتجدوا ده في نفس في أنفسكم وفي أهليكم وفي صحتكم وفي عافيتكم. يا رب يبارك فيكم، ما تنسوش إخوانكم وأهلكم، يا رب يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك معنا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98-88 أو 010-555-99-8، وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. أرقام تليفون مؤسسة فذكر موجودة على الشاشة طول فقرة الخير اليومية، لو أي حد عايز يتواصل معيهم عشان يساعد الحالات اللي بنعرضها أو مشروعات مؤسسة فذكر. وكلمة أخيرة يا شيخ. أنا بس هختم بقول الله عز وجل، من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، وأختم أيضا بقول الله تبارك وتعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، لأن أنت لما بديك تطلع بقى مش تطلع كده وخلاص، لا تطلع بإحسان،
وانا دايما اقول الاحسان اللي هو 1+1 بيساوي 2 ومع الزياده، يعني بيساوي 4 بيساوي 5 بيساوي 6 بيساوي، فلما ده اسمه احسان. فلما تعمل الكلام ده مع الفقراء والمساكين الله رب العالمين يحبك واذا احبك ادخلك جنتك. بشكرك يا شيخ احمد وبشكر كل مشاهدينا، واسيبكم اخر تقرير خير في حلقتنا النهارده مؤسسه فذكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة تانية من مسجد السلام بعزبة حسين سليمان مركز إهناسيا محافظة بني سويف، مرة تانية ولكن بعد تقريبا 3 شهور من المرة الأولى اللي التقيت بحضراتكم علشان أعرض عليكم هذا العمل قبل أن يصبح بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل مساهماتكم قبل أن يصبح إنجازا، الآن بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بفضل مساهمات إخواننا الذين كان بفضل الله تبارك وتعالى يعني لهم معظم محافظات مصر كان لها نصيب في هذا الأمر، لكن كان يمكن ربما الحظ الأوفر لإخواننا من محافظة الإسكندرية، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يبارك في أهل مصر جميعا، لكن الحظ الأوفر حقيقة كان لإخواننا من الإسكندرية. وهذه منافسة أنا أعلنها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله. ساهم ولو بجنيه واحد لإضاءة المسجد، أو ولو بجنيه واحد لتبريد المسجد وللمراوح ونحو ذلك، ولو بجنيه واحد للناس عشان تتوضأ في المسجد، وكمان الإخوة بفضل الله عز وجل القائمين يا رب يعينهم في المنطقة بيعملوا مسجد للسيدات، الآن المشروع مطروح لسه ما عملناش فيه حاجة، بيعملوا مسجد للسيدات أعلى المسجد. أنا أقول لك الآن يعرض عليك أن تركب معنا في هذه السفينة، والله لا تحقرن هذا الأمر، لعلها هي المنجية، سفينة النجاة حقيقة. هذا المسجد هو الوحيد في المنطقة وبيخدم العزبة كلها وما فيش مسجد غيره، وهنا محتاجين المية، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ما عندناش الكهرباء الكافية للمسجد، هنا المسجد محتاجه مية، ما لكن ما فيش مية خالص، بنمشي مسافات بعيدة عشان نصلي. الحمد لله، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بفضل الله أول ما جت لنا المؤسسة هنا كان المسجد عبارة عن زي ما حضراتكم شفتوه عظم المسجد، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى المؤسس يعني ربنا يبارك فيهم وفي جهودهم ساعدونا كتير، وبفضل الله سبحانه وتعالى زي ما حضراتكم شايفين المسجد بقت فيه سقف ومحارة وكهرباء، ولكن عايز بفضل الله سبحانه وتعالى السمعيات كلها، عايز الفرش، أكباس الكهرباء، بفضل الله زي ما شيخنا تفضل كده وقال عايزة برضو الأواعد بتاع الحمامات، عايزه مطور، وعايزه يعني حاجات السباكه بتاع في كماليات في السباكه القواعد، وكذلك بفضل الله عايز النقاشه وعايز الفرش والفايم وكم ثلاجه كده لشرب الماء اللي هي بتتحط في المساجد دي، وبفضل الله سبحانه وتعالى كمان يعني محتاجين نبني مصلى للنساء فوق، طبعا سقف المسجد كامل ما فيش اي حاجه، عايزين نصب العمدان ونعمل مصلى للنساء فوق. قدم هذا الامر لنفسك في قبرك. انا والله منذ دخلت المسجد لاول وهله بعد في هذه المره، مش في المره الاولى، في هذه المره بعد ان اصبح بفضل الله مسجدا، قلت وربي ادخره لنفسي عند الله يوم القيامه، لان عندي تقصير في صلاه، في خشوع، في ركعه، في سجده، في صلاه صليتها وانا مشغول البال بدنيا، وكلنا الشخص ده، لكن الشاطر اللي يتدارك نفسه في الدنيا قبل ما يلقى الله عز وجل بين يديه في الآخرة. قدم هذا الأمر لنفسك، قدم هذا الأمر قبل أن يأتي يوم يقولوا بقى الحي أبقى من الميت ويسيبونا في قبورنا ويوزعوا التركة على بعض. يا رب يتقبل مني ومنك. مسجد السلام في عزبة حسين سليمان في مركز إهناسيا في محافظة بني سويف ينادي حضرتك، لو إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى نويت أن تكتب اسمك في سجل بإذن الله، في سجل الذين يبقى لهم العمل بعد موتهم، لو أردت أن تكتب ذلك وأثر ذلك كذلك في حياتك، انظر أسفل الشاشة هتلاقي أرقام صورها، اتصل بينا علشان المندوب بتاع المؤسسة يصل إليك أينما كنت.
شارك معانا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت.